تنضم إلينا من غزة مراسلة الغد نيفين سليم. نيفين، ضعينا بتفاصيل الحالة الوبائية في القطاع، وماذا عن الإقبال على هذه الحملة للتطعيم وذلك لدخول آمن إلى المدارس؟ نعم، يعني يوميا تزداد أعداد الإصابات داخل قطاع غزة. اليوم أكثر من 1400 إصابة بفيروس كورونا وست وفيات، وهذه الأعداد هي أعداد كبيرة مقارنة بعدد السكان، مليوني نسمة، وصغر مساحة حجم القطاع. ويعني دخول القطاع الموجة الثالثة من فيروس كورونا ودخول متحور دلتا أدى إلى تقريبا إجبار فئات معينة داخل قطاع غزة على تلقي لقاح كورونا. من ضمن هذه الفئات هم طلبة الثانوية العامة، أكثر أو ما يقارب 250 طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا بدأوا اليوم بتلقي لقاح كورونا، وأيضا المعلمين وكافة الكوادر في وزارة التربية والتعليم بدأوا اليوم تلقي اللقاح. فقط طلبة المرحلة الثانوية الصف العاشر والحادي عشر وطلبة الثانوية العامة حتى يعني يستكملوا العملية التعليمية بشكل وجاهي، وألا تضطر المدارس إلى الإغلاق والعودة إلى التعليم الإلكتروني، فإن اللقاح لديهم إجباري وأيضا للمعلمين. هذه الحملة هي جزء من حملات أخرى أيضا في قطاع غزة اتبعتها وزارة الصحة، تطال حملات التطعيم كافة الموظفين في الوزارات الحكومية والهيئات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة وكافة العاملين في المولات التجارية الكبيرة وكل من يحتكون بشكل مباشر بالجمهور حتى يصل القطاع إلى مناعة مجتمعية لا تضطر فيها وزارة الداخلية إلى العودة إلى الإغلاق. اليوم يتم الاتباع في قطاع غزة اتباع سياسة التطعيم والوقاية ولا للإغلاق، خاصة في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا وأيضا ازدياد أعداد الحالات الخطرة، أكثر من 155 حالة خطرة اليوم في قطاع غزة، المرضى في غرف العناية المكثفة أكثر من 250 حالة أيضا تتلقى العناية في المراكز الطبية. خلال أسبوع ماضي بدأت حملة التطعيم الإجبارية لهذه الفئات المحددة، ما يقارب ربع مليون شخص داخل قطاع غزة خلال هذا الأسبوع قد تلقوا لقاح كورونا، وكان هناك إقبال من قبل المواطنين في ظل التشجيع الذي اتبعته وزارة الصحة خاصة لفئات كبار السن. أعلنت الوزارة عن مكافآت مالية لمن يتوجه منهم لتلقي اللقاح في قطاع غزة حتى تشجع المواطنين على الذهاب إلى التطعيم. تقول الوزارة أن هناك كميات كافية من اللقاحات داخل قطاع غزة، جميعها آمنة وجميعها سليمة. وجهت النداءات لمن يفوق أعمارهم من 16 عاما فما فوق داخل قطاع غزة بضرورة التوجه لأخذ اللقاح حتى نصل إلى مناعة مجتمعية داخل القطاع في ظل ازدياد أعداد المصابين بشكل كبير في المصابين بفيروس كورونا داخل قطاع غزة. بدءا من اليوم بداية هذا الشهر سيمنع على من لا يتلقى اللقاح من هذه الفئات التعامل معهم داخل الوزارات الحكومية وداخل أيضا المستشفيات الحكومية، وذلك أيضا لإجبار الناس على الذهاب لتلقي اللقاح للوصول لهذه المناعة المجتمعية. نعم. من غزة كنت معنا مراسلة الغد نيفين سليم، شكرا لك.